للمزيد ينضم إلينا من نيويورك زميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، كيف تابعت أصداء هذا القرار الصيني إذن على بعقوبات على واحدة من كبريات الشركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة؟ خالص التحية لك زميلي خالد وللسادة المشاهدين. يعني هذه المسألة هي قد سبقتها الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بفرض عقوبات على بعض الشركات الصينية، لكن بالنسبة لهذه النقطة تحدثت يعني الصين في بيان لها بأنها أقدمت على هذا الأمر بعد أن صرحت وكالة التعاون الدفاعي في البنتاغون بأن الخارجية الأمريكية خالد قد وافقت على بعض أو السماح ببيع أنظمة سواتش بليد 300 إلى تايوان مقابل أكثر من 60 مليون دولار أمريكي. كذلك أيضا أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمالية بيع طائرات بدون طيار إلى تايوان أيضا لتصل لأكثر من 300 مليون دولار أمريكي. العقوبات شملت كما تفضلت خالد الرئيسة التنفيذية لجيمس تيكلت وأيضا الرئيس التنفيذي للعمليات فرانك سانت جون والمدير المالي جاني ملاطي. هؤلاء جميعهم الصين تحدثت بأنها سوف تمنع تأشيرات الدخول لهؤلاء، سوف يتم عدم التعامل معهم بأي شكل من الأشكال بشكل مالي أو غير مالي، أيضا تجميد أموالهم داخل الصين. الصين كما طلعتنا الصحف الأمريكية يعني أرجعت هذا أيضا خالد إلى مسألة انتهاك مبدأ صين واحدة هكذا تعني، حيث أنك تعلم معي والسادة المشاهدين أنها تعتبر تايوان هي جزيرة صينية، وهذا أيضا ما جعل الاحتقان لم يبدأ حول تايوان الآن ولكنه بدأ منذ أعوام، آخرها في هذا الاحتقان كان في العام 2022 عندما زارت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي زارت تايوان واستهجنت الصين هذا الإجراء، وأيضا كان هناك خلاف كبير وانتظار وترقب لطائرة رئيسة مجلس النواب، وهذا أيضا ما احتجت عليه الصين في حينه. على أي حال خالد، يعني التنافسية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا تكون فقط على تايوان ولكن في شتى المجالات، حتى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في أكثر من موضع تحدث بأنه لا يريد المواجهة المباشرة مع الصين ولكنه يتفادى هذا الأمر وإدارته، ولكن الاستفزازات إذا ما صحت هذه الكلمة الأمريكية من خلال تقربها إلى تايوان ومحاولة تدعيمها هو ما يزعج الصين. نعم ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، أشكرك على هذه التفاصيل والمعلومات.